يا فيما على راديو أهلا وسهلا ويا مرحبا. سلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا داخل أو خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوتي يا فيما أقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم أسعد الأيام. سعيد جدا نتقابلوا في حلقة جديدة في هذا الموسم الثالث، حلقة جديدة من الدوامة وظيف جديد. قبل ظيفي وقبل ما نبدأ في الحلقة متاعنا نعود نفكر بربي نستحفظوا على رواحنا، نحترموا التباعد الاجتماعي، نلتزموا بقرارات الدولة في الفترة هذه، نغسلوا يدينا كله إن تسمح الفرصة، نستعملوا لجيل لبافيت لماسك ونستحفظوا على رواحنا وخاصة الناس اللي نحبوهم. قلت حلقة جديدة وظيف جديد. ظيفي اليوم من أهم وأبرز سلك قاعد تحكي عليه في المدة الأخيرة إضافة لسلك الصحة، طبعا نحكيه على السلك الأمني. ضيفي تقلد مناصب عديدة، عقيد ناطق رسمي سابق باسم وزارة الداخلية وخبير استراتيجي أمني، تقريبا كل ظهور ليه يكون مدوي، كل تصريح ليه يخلي وراه برشا كلمات معطيات اختيارة، معطيات جديدة يحكيها. طبعا ما يحسبش في تصريحاته، مش من المسؤولين اللي يحكي بلغة خشبية. مصلحة تونس والتوانسة هي الأمانة الأولى اللي يقول لي عليها قبل ما نبدأ وحوارنا معاه. سعيد جدا باستقبال ضيفي لليوم سيد العميد هشام المدبسي. هشام مرحبا. عايش بارك الله فيك. سعيد جدا بقبولك الدعوة. شكرا لقبول الدعوة سيد هشام. باش نستأذن منك ومن المستمعين متاعنا بصفة استثنائية قبل ما نبدأ حواري معاك، بصفة استثنائية نقول بعد حلقة البارح مع ضيفي الزميل زهير الجيس، مش معقول اللي صار، يعني بسبب تصريحاته بسبب كلامه وجرأته وصراحته في الإجابة وأعطى رأيه ومواقفه على بعض السياسيين وأيضا على رئيس الجمهورية، يلقى روحه يعني في مشكل، مهدد بالقتل، تهديدات، سب ثلب وغيره. معنا بالهاتف زهير الجيس لتوضيح النقطة هذه. زهير مرحبا. زهير سمعني فين؟ تسمع فيا محمد؟ توا نسمع فيك زهير. السلام عليك، سلام على فهم الكل، سلام على ديفك صديقي هشام المدد. شكرا مرحبا اللي لنا سولات وجولات ومغامرات كثيرة كان حد يحكي عليها أيام الثورة واللي صار فينا. طبعا أحكي لي اللي صار فيك أيامات الدوامة، ما بعد الدوامة شو اللي صار فيك؟ أنا نعيش في دوامة بعد برنامج الدوامة، معناتها واحد كيجي يكون صادق وصريح ويقول كلمته اليوم يولي يلقى روحه قوية، عرضه يتهان. أنا أكثر حاجة غضبتني الوالدة، برضه جيت توضيح راني لا ألعب دور الضحية لأنه فما قانون فما دولة. صحيح أنا معناتها من اللي خرج من عندك قوية ما تركاج كبير، معناتها على الفيسبوك متاعي، على الباج متاعي، على الانستغرام، على الباج اللي عاملينهم ديفان متاعي، أنا كلها في إطار سب وشتم وكلام ما يدخلش في الراديو وسرمورة وبرشا ناس. أنا قعدت معك على اتصال البارح لآخر الليل نحكي يعني شنو هو الميساجات اللي قاعدين يجيوك، شنو التهديدات، فما حتى النوع الكلام اللي ما تقالش مش نقوله خاطر كله تيت تيت تيت، ما نجمش نقوله في إذاعة وحتى في الشارع ما تقولوش، فما كلام من نوع نعرفوك وين تباركي كرهبتك في الناك، ونعرفوك وين من سلكوين تتعدى وكرهبتك كذا كذا ويا ولد كذا كذا، حاسيلو معناتها وباش نعطيو كتريحة وباش نحرقوك وباش نعملولك تهديد واضح تعدى على سيدي قيس سعيد، وحاسيلو معناتها كلام كدخلوا على الفيسبوك. أنا ما فسخت حتى شيء الحقيقة، خلي الناس تطلع على شيء هذا. أنا الحقيقة قمت بكل الإجراءات القانونية الصباح، كنت عند وكيل الجمهورية بمحكمة المحكمة الإدارية بسلة وشكاية كل ما يكون ياخذ مجرى، وخلينا نثبت الدولة هذه هل هي دولة بونديتيزم والباندية والعفرت واللي العدل يقوى من سيده، ولا دولة قانون والقانون يطبق فيها. أنا ماشيين في القانون، أنا أحترم القضاء أحترم طبعا. القانون، وأنا في إطار دولة القانون، لذلك إحنا في دولة اليوم دستورها يكرس حرية التعبير وكل واحد موقفه ملزمه هو. أنا في حسك البارح قلت راني أنا أقبل النقد ما عدا السلب والشتم. صح إخي، تعدى السلب والشتم وأكثر من هكيكة ولا تهديد معناتها بتقولني ولا بشي. جس باش نوضح حاجة، راني لاني خايف ولاني متراجع على تصريحاتي واللي قلته مقتنع به 100% في حق يتعيد وكل اللي ذكرتهم البارح في الحلقة متاعك، فما تكلمتش باش نعتذر ولا باش نقول أي كلمة نتراجع عليها. أنا مصر على كل كلمة قلتها وكنت صريح جدا وتلقائي جدا، وهذاك هو اللي سمعتوه البارح زهير الجيس، ولن يتراجع زهير الجيس وماهوش خايف وما يخافش. واضح، والعمر بيد ربي خوي. واضح، شكرا لك زهير، كل التزامن معك صديقي، ثقتنا كبيرة في القانون والقضاء إنه ياخذ مجراه في الحالات هذه، لك حرية التعبير
كبير وأنت مسؤول على كلامك اللي قلته. كل التضامن معك مرة أخرى ومع كل الزملاء اللي تعرضوا للهرسلة ولا للتهديد ولا للضغط. نحن معكم. شكرا لك زهير الجيز. مش نقعد نتبع معك الملف متاعك سيد هشام المدب. سعيد جدا بقبولك الدعوة سيد العميد. لو تسمح برنامج الدوامة يبدأ بالالتزام هذا. نعطيك تقرأ ومن ثم نبدأ الحوار. بس أني الممضي أسفله أتعهد بأن أكون صريحا وجريئا وأجيب على كل الأسئلة وأن ألتزم بقواعد البرنامج وأن أكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة وتحمل مسؤولية فيما أقول. الضيف هشام المدب. الإمضاء تقبل؟ إيه؟ تفضل. شكرا. بعد ما صححت نقول لك مرحبا بيك في الدوامة. الدوامة. سيد العميد شكرا لقبولك الالتزام. سعيد مرة أخرى بحضورك معايا باش نحكيو على ملف الساعة، قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح اللي تغير فيه والفصول اللي فيها إشكال. الفصل السابع التاسع والفصل 13 تقريبا هي اللي فيها إشكاليات كبيرة. ما مسيرات اللي قاعد يصير اليوم شنو رايك فيه؟ قراءة أيضا للوضع الاستراتيجي والجيو استراتيجي لتعيش البلاد، الضغوطات الداخلية والخارجية، الأمن القومي هل هو مهدد اليوم فعلا في تونس ولا لا؟ باش نرجع بيك بالذكريات 14 جانفي 2011. هل كنت أنت المسؤول رقم واحد على سلامة شارع الحبيب بورقيبة وعلى الناس اللي حاضرين في النهار هذا؟ نعم أم لا؟ الإجابة بعد الفاصل. خليكم معنا راجعين. راديو ترجع لكم في السيزون 3 بأخبار جديدة في كل ما يهم عالم السيارات كل نهار أحد من 9 للعشرة متاع الصباح. نجاوبوكم على أسئلتكم. كان عندكم مشكلة في الميكانيك ولا تحب تشري كهرباء وتحب شكون ينصحك، يكفي باش تطلبنا على 71 194 194 وانزل على الرقم 3 وسجل أسئلتك. ميلا نوتخو رانديفو كل نهار أحد من 9 للعشرة متاع الصباح مع ميلا بن يوسف على EFM. أحلى راديو، أحلى ضحكة. طاجين لوكس راهو في تونس، ها؟ وتكرس فازين سماه انتم عائلة العرس والعروسة. طاجين حاجة لوكس ياسر لتوا. من مرة جابوا لي طرف طاجين قدنك. تقول سبيدري. حاجة قلت لها جيبي لي فردة الأخرى باش نعمل بيه فوتي. طاجين تروا بون صاحبي إيش فيك؟ نجم تلبسوا بالنعال تعمل بيه في ربيتك. وقول لهم ما نحبش طاجين والله على حال. آه طاجين. وهرب كانك رازل ما تكلش طاجين يخرج كل عروسة بسكينة. شكون ما كلاش طاجين؟ بس ترجعون على الخمجة. شكون ما كلاش طاجين؟ أختي أختي يا مامو عيني ندغي روحي نقطع الكسوة لعتقال يا ربي. جيبوه كتفوه حل جال أختي. أحسيه لو طاجين جديد. أحسيه لو طاجين. الدوامة. يا فهم على الراديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم ونبداو حوارنا مع ضيفي السيد هشام المدب السيد العميد والناطق السابق باسم وزارة الداخلية. أول فقرات الحوار توتسويت. زون فيرت. أول سؤال نحب نبدأ به الكلام معك والحوار معك. تعتبر نفسك خسارة إنه تونس اليوم مش قاعدة تستغل فيك، قاعدة تاخذ من خبرتك؟ لا لا، علاش مش خسارة؟ أنا نعاون أنا ونتكلم في الإعلام ونوجه للناس سواء كانوا موظفين ولا سياسيين، وإن شاء الله ما نستأنسوا بالكلام تاعي لأني أنا ما نعرف شيء. تونس علمتني وراتني ودورتني معناها العديد من أماكن العالم وكونتني وصبرت عليا. أنا نخدم أنا في وسط الكارير نتاعي ننقطع بالعام، نمشي نقرأ ونعاود دورات تكوينية وترجع نعاود ننقطع عام كامل. معناها تونس كونتني دونك علاش من فيتش بلادي معنا حتى في مجال الإعلام؟ اليوم مش من المفروض تكون عندك مكانة مثلا كخبير استراتيجي في موقع في الدولة يرجعوا لك بالنظر؟ لا اسمعني، بلادنا تتسع على برشا ناس وبرشا معنا إطارات موجودة ميسيرش معنا
غدوة عند فلان بعد غدوة عند فلان معناها ما فماش مشكلة. اليوم وزارة الداخلية مع سيد توفيق شرف الدين تعتبرها في أيدي أمينة؟ أيدي أمينة ما نجيبش نقول لك، أما اختصاص ومعرفته باش تقدم بالمؤسسة الأمنية هو مؤكد لا، لأنه مش عارف معناها المجال الأمني، دونك ما نجيبش يقدم بحاجة هو مش فاهمها مش عارفها. اليوم المؤسسة الأمنية متكلسة في معناها مجال الاختصاص العمل نتاعها ونوعية العمل اللي لازم تتبدل، فاسة أمنية معناها لازم تتغير، هو مش اختصاصه، دونك شنو باش يعمل؟ معناها الوزراء الفترة الأخرانية اكتفيوا معناها يجيو يحضروا في المناسبات ويعطيوا الشهاد ويعلقوا الجرادات، ومعناها تقريبا هكا. فما كفاءات غير متوفرة في وزير الداخلية اليوم؟ فما نقاط لازم تكون موجودة فيه؟ على الأقل إذا كان مش فيه في الانتوراج نتاعه وفي الانتوراج تاع رئيس الحكومة، لازم فما ناس من دي استراتيج باش يقدموا بالمؤسسة الأمنية وبالمفهوم الفلسفة الأمنية. اليوم معناها أنا قلتها برش مرات وسامحوني معناها السادة المستمعين باش نعاودها، الوحدات الأمنية المراكز الأمنية ما عادش معقول ما عادش منطقي باش المركز رئيس مركز وعوانه يبقوا في المركز، يخرج يجهز كراب ويدور لبرا، شنو نعمل بيك أنا في المركز؟ تخرج تمشي النقاط السوداء المرشي البقاع صاروا فيها براكاجات قدام القهاوي، شو عوين في المركز؟ كرابك وتريالك وسلاحاتك دور برا دور برا. وشنو اخي ومرجع نظر المواطن مثلا كي تبدا عنده شكايه ولا باش وين التليفون نجي كانس البلاس نجي كانس، هذا في العالم هكا راهو مش بدعه في تونس، انا هذا احنا مش نلوجوا في بدعه، انا عندي باش تشكي انت مضروب تقتلوش في المراكز تجي تقعد غادي سور بلاس، كيما وعطيت المثال كيما انسان تحرق له داره يطلب حمايه تجي سور بلاس باش تدفي له، نفس الشيء انت مضروب وانا انسان سني في ايديه ومضروب ومعناها مدقدق يمشي يقعد يلوش في المراكز يطلب بالهاتف يجي سور بلاس، يقولوا تقعد غادي ويجي سور بلاس ويعاينوا ويسبوا يلقاو المعني يوقفوا سور بلاس ويسهلوا شهود وكذا وتكون تواجد هذا امني. السيد العميد اقترحته؟ قلت برشا الف مره وفي مره والموضوع قلت في الاعلام، ما هل اقترحته في يوم ايام كي كنت مشيت مجلس النواب وقلت في مجلس النواب، لكن بصراحه التجاذبات السياسيه تو السنين الفارطه ما خلتش الناس تقدم في العمل. واليوم معناها المنسوب نتاع الاملي قاعد يزيد، معناها المحترفين الجريمه في تونس قاعدين يستفادوا من المجال تاع الحريات، وهذا لازم نحن نفهموه. اليوم انت معناها مسؤول امني الحلقه الصغيره اللي هي وراس مراكز وراس فرق، شو تخدموا توقيت اداري تجيبوا من السبعه ولا من الثمانيه سبعه تاع العشيه، شنو المردود باش تعطيهولك؟ هو اخي في وزاره الفلاحه وزاره الاقتصاد ست ساعات سته يعني بليز نتاعو هو وعوانه يروح، لكن يجي يتحاسب كل نهايه تحاسب عمال يتحاسب شد مجرم وشد سراق وشد كذا، فهمتني؟ وش عندك انت جرائم وش شديت منهم؟ معناها اليوم معناها لازم الموضوع يتبدل تفشي ببساطه راهي معناها العوان والمعطيات اللي عندنا لازم تخرج برا، وشو مركز تدخل تلقى فيه ثلاثه واربع عوان؟ مركز فيه 20 و30 عون، وين العوان؟ احنا عندنا تعداد نتاع الوزاره الداخليه او المؤسسه الامنيه زوز مؤسسات عسكريه ونص، وين العوان؟ أنا فما غرابة كبيرة، فما حاجة لازم تراجع، وسائل نقل مش متوفرة، لازم عندهم زوج ثلاثة وسائل كل مركز، أنا عوانك في الكراب وانت تدور. في العالم أجمع فما مفهوم لا غير دي سيرفيس، حرب الخدمات ولا لي سيرفيس الإدارات، لا غير دي سيرفيس هو المفهوم اللي موجود في تونس. هل موجود فما حرب بين شكون وشكون مثلا كي نقولوا؟ هل فما بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فما الإشكال هذا؟ فما بين الأمن الداخلي والأمن الرئاسي؟ فما بين الاستخبارات العسكرية وغيره؟ فما النقطة هذه في تونس؟ شوف هذا في العالم أجمع في تونس كل واحد يجبد ليه هذا موجود. موجود مش هذا اللي قلق. اللي قلق هي الفلسفة الأمنية، احنا خرجت فرنسا خلت لنا منظومة نتاع عمل حتى جاء تجرأ وبدلها. الوحيد اللي جاء عمل شوية اصلاحات جنرال علي سيراتي ومعناها نسلم عليه بالمناسبة ان شاء الله صحته لاباس، معناها هو جاء عمل مدارس وعمل مدرسة العليا للشرطة وعمل معناها حاجات وعمل قوانين وعمل عمل امر عمليات قبل كانت تجي مهمة تستوجب 50 100 200 500 عون بالتليفون ولا اوردر فيربال تهز عوانك وتمشي. جاء علي سيراتي عمل اوردر اوبيراسيونيل معناها امر عملياتي مكتوب كيف كوا شكون المسؤول شنو هو المهمه عليها شكون القطاعات الضباط شكون ارقام الهبات، معناها جاء عامل كل شيء نظم مشي علي سيراتي معناها حبسنا غادي، لانه علي سيراتي عامل تماجر وعامل كل دوغير عامل استراتيجي، فهمت كيفاش؟ ثم وزاره الداخليه ما قدمتش بعد علي سيراتي ما فماش معناها تقدم ملحوظ. اليوم العمل الامني لازم يتبدل، ما عادش العوان ورئيس مركز يبقى في المركز، هذه هي نقطة المفارقة. بطبيعة الحال كي باش يخرج باش يزوز وثلاثة كراب باش ما عنده الفيكتيف نتاعو. معناها اليوم معناها تدخل مركز اليوم عادي تدور تلقى دورية يقول لك مثلا ناقصين معدات ناقصين سلاح ساعة دورية ما تلقاش مترجلة اللي هي الخطأ الكبير.
اللي هي معناها الناس اللي تكون موجوده. انا تعرضني ساعات في ثنيه ناقف يقول لي رانا ناقصين معدات في مفترق اي مش في مترجم. لا فما حتى في مناطق داخليه في تونس تمشي هو, هو نقص هو نقص موجود لكن انت كي تبدا ريس مركز معك عوانك العدد وال 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 والقوه الموجوده تغطي شويه على النواقص الموجوده. يعني نحكيك على المفهوم نتاع العمل يلزم الامن يخرج لبرا يخرج معاه شبكه في المقرات والتوقيت معناها مش معقول انسان زيد حاسب 14 ساعه كل يوم 14 راهي تدقدق راهي العوان بعد مده راهي تدقدق بعد 10 سنين 15 يطيحوا معناها ما يجمش يستوعب ويهزوا استاد مر لحد وخدموا بالليل وخدموا لا 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 مش تغيير منظومه كامل تحب انا نحكي على الامن العام لكن فما ادارات راهو الادارات ما عندهم حتى مشكل الامن العام ولا الامن القومي ولا العوان هاربين من الميدان يمشيوا للاداره كل واحد يلوج انترفونسيون يمشي للاداره وبورتون يتعداو في الجراد كيف كيف لا والله جماعه الاداره يتعداو قبل جماعه الميدان هذه لازم يتبدل الاداره قبل شنو مش تعطيه افونتاج اللي يخدم في الاداره ما نقص له في المده نتاع الجراد وزيدوا في الفلوس وكذا تو العباد تخرج من الاداره تهبط لك التيران بصراحه يفو شونجي يفو كسا شونجي واضح سيد العقي السيد العميد عفوا نحبك تكون واضح معي في النقطه هذه صراع الخدمات لا غير دي سيرفيس اللي حكيت لك عليه هل موجود فما مفهوم الصراع بين المؤسسات الامنيه في بعضهم شوف انا قلت لك راه ما يتقطعش في العالم اجمع ما يقطعش عندنا منه في تونس لا ما ياثرش على بصراحه على فلسفه امنيه بدل فلسفه امنيه وخلي وكل واحد يشد خدمته معناها يشد اختصاصه انا مش بالدرجه اللي تصورها ديما تلقى راهو ديما مناكفاتك وكذا ما يقلقش باش نقدم لك عليه السؤال هذا وعليه رجعت لها النقطه هذه في اكثر من مره تحكي على اختراق الدوله فما ايدي خارجيه عندها يعني السيطره وتلعب بالعناصر في الدوله اصحاب قرارات ولا مخترقه حتى بعض المؤسسات الامنيه انت تقول في اكثر من مره حكيت على الاختراق هذا شوف اختراق على المستوى الافرادي اذا كان فما معناها مش مستوى الاداره معناها الاداره والهياكل الاداريه ما تلقاش معناها مش يجيو يتفاهموا مع مدير عام وجماعته لا مش هكا اما نجموا معناها يقربوا شخص اللي هو قريب المعطيات معينه معلومات معينه معناها يطلبوا منهم شي يمدهم ويمدهم وصارت برشا مؤاخذات العديد من الاطارات والعوان اللي يشوفوه معناها باتصال مع جهه دبلوماسيه في تونس وكذا يعاقبوه وينقلوه كذا فهمتني؟ أنا مش الاداره مش ساكته تعز ترد بالها على مجرد ساعات مكالمه هاتفيه انسان معناها ينقلوه ولا يحاسبوه لكن ديما اللي يصرخ يخرب بحاحي معناها على مكالمه هاتفيه نجموا ينقلوه نجموا ينقلوه باهي بتنصت يعني فما ليكوت اي بيان سور بطبيعه الحال فما شكون يمكن تو باش نسالك سؤال شويه تابوه فما شكون في الدوله عنده القدره انه يستعمل ليكود غير الدوله في وسط الدوله في وسط الدوله مصالح نتاع مصالح اللي يعملوا ليكود هما زوج جهات جهات الامنيه وجهات العسكريه غير هذا لا غير هذا الدوله مش عاطيه تكليف للجهه باش تعمل ليكود خاطر ليكود راهو لازم امكانيات تقنيه كبيره برشا باش انت باش تدخل على مكالمه معناها نوميريك على نتاع الجي اس ام يعني لازمك عندك امكانيات تقنيه سي هشام سي هشام المهدي بكون واضح معايا هل فما ناس قادره انها تعمل تنصت خارج اطارات الدوله يعني خارج الدولة تحكي في الدولة لكن خارج إطارة الدولة مش المؤسسات الأمنية فماش جهات خاصة فماش أفراد ناس عندهم نفوذ ينجم يعمل تنصت ينجم بوسائله بطريقته بمعارفه شوف عن طريق الناس اللي يعملوا في الليكوت إيه معناها فما عناصر يعملوا في الليكوت اللي فات الدولة يتصل به ويقول له شوف لي وشوف لي هذا سي بوسيبل موجود سا سي بوسيبل بيان سور واضح اللي هو يعتبر اختراق في غياب رقابة نتاع مجلس النواب مجلس النواب يعمل خلية تراقب الناس هذوما ويمشي ويعملوا دفتر وشكون هذا اللي عملتوا عليه الكوت علاش؟ وين الامر اللي تعمل عليه كوت الامر قضائي والمدة كذا فهمت كيفاه؟ فما رقابه لازم فما رقابه ورقابه شكون زاده؟ رقابه الناس اللي يخدموا هذوما والهواتف نتاعهم بشكون يتصلوا وين يمشي وين يجيو لازم هما بيدهم يتم مراقبتهم من طرف مصالح اخرين صاير هذا موجود اسمع الاخطاء موجوده انا نقول لك ناكد لك الاخطاء موجوده فما مراقبه فما سويفي فما شكون يرجع من بعد على انت سمعت مجلس النواب نهار مشى للمصالح نتاع اللي يعمل ليكوت وعملوا تفقد ما صارش دونك انا عندي مصلحه تحتي تعمل ليكوت نجم نسمع اللي نحب عليه فهمت كيفاه شكون راني انا في الليل ولا في النهار واحد في بيرو شكون راني دونك انا نجم نخطئ فهمت كيفاه دونك لازم فما رقابه على الناس هذوما الغريب في الحكاية أنه فما مباراة كرة قدم في تونس توقفوا تشكاوا أنه فما رشوة للتلاعب النتيجة وكل بسبب ليكوت وأشخاص قدمت التسجيل هذي هل عادي واحد ينجم أنا اليوم نجم نعمل ليكوت على سي هشام المد بالنجم نسمعك شحكيت عادي يتعمل شو يتعمل لا يتعمل دي بنزور يتعمل مش نسكل فما شكون يخالف
كيما الموظفين نتاع الوزارة دولة في وسط الدولة يعني. هي كيما الموظفين نتاع الوزارة الكل أحيانا ساعات يسمعوا على المسؤول نتاعهم. أنت توا فما قضية نتاع تنصت متقدمة، معنا تقدمت قضية توا عندها شهر ونص ولا شهرين، وقتها كان المشيشي وزير الداخلية. المعطيات اللي متوفرة اللي خرجت اللي تسربت اللي المدير عام لوطن بيدو يسمع عليه، هذا اللي خرج. فهمت كيفاه؟ توا القضية عند في التحقيق يعني تنصت على المدير الأمني. شنو تخيل انت ماله اللي هو يحب يتجاوز؟ تخيل باش معناها باش يحشم من زايد من عمره، بل بالعكس هو يعرف العروفاته باش ينجم يشد عليهم حاجه. فهمت كيفاه؟ لا وصل لي في غياب رقابه نعاود تاع مجلس النواب، رقابه تاع مجلس النواب يمشيو معناها دوريا احيانا باعلام واحيانا بدون اعلام يمشيو يشوفوا شكون شكون عملت ليكوت وشكون قاعد يعمل في ليكوت وشنيه وكذا، يضبطوا الامور باش تنقص الماكسيموم. فهمت كيفاه؟ معناها اليوم المواطن اللي يسمع فينا ينجم يكون في كل وقت ليكوت، ما يعرفش لا نجيها ما يعرفش لشكون. هذا يرى الاخطاء هذه موجوده في العالم، اجمع فيهم في تونس برك، لكن العالم اجمع حصرها للماكسيموم. اش عملت المصالح هذه ولا تتذكر ولا يعملوا معناها في حيل يخرجوا لبرا يعملوا يكوت من برا، الشخص اللي باش يسمعوا عليه يسافروا بيه. فهمت كيفاه؟ معناها احسن السماعات وبحاث يخرجوا بيه لبرا باش ما يتطبقش قانون بلادهم. معناها فما حيل يخلقوا فيها، احنا لازمنا معناها نسكروا الزوايا المظلمه باش معناها نقصوا المشاكل قدر الامكان. باهي قبيله حكيت على تفشي ظاهره العنف، كان تبعت الايامات هذه برشا حملات على فيسبوك على تطبيق حكم الاعدام بعد الاحداث الاجراميه الكبيره اللي صارت في تونس من اغتصاب اغتيال ذبح قتل غيره تنكيل بالجثث. تفشي الجريمه في تونس يرجع لاسباب سوسيولوجيه يمكن بالاساس، لكن فما اسباب اخرى نجم نحلوها، مثلا استهلاك المخدرات استعمال الدواء وغيره وغيره وغير. قاعد يتقال. نعم. اليوم السؤال الكبير اللي يطرح نفسه، المخدرات كيفاش تدخل للبلاد؟ قبل ما نجاوبك على المخدرات لازمك تعرف حاجه، اللي احنا متاخرين في تصنيف الجريمه في تونس. مثلا جريمه السطو على الافراد وعلى المؤسسات الماليه في العالم اجمع، في العالم المتقدم، في العالم الغربي على الاقل، من اكثر من 20 25 سنه العمليه هذه مصنفه جريمه ارهابيه. واكثر من هكا في التسعينات معناها الافراد نتاعنا والقوات الخاصه نتاعنا كي تمشي تتدرب في اوروبا في فرنسا بريطانيا المانيا الولايات المتحده الامريكيه كانوا يخدموا على سرقات البنوك. هذوك من الارهابيين بالنسبه لنا قبل ما يولي معناها يظهر الارهاب الاصولي وكذا. فهمت كيفاش؟ السطو المسلح على السطو المسلح هذوك هذاك الارهابي. دونك احنا كي تتعامل مع الناس هذوما تتعامل معاهم على اساس ارهابيين. في تونس جي لا جريمه عاديه. دونك يلزم هو تم ترفيع في العقوبه لا تصنيف السطو المسلح على الافراد المؤسسات هي جريمه ارهابيه. معناها انت كي تبراكي بسيف تبراكي واحد تلعبه حيته كامل يقعد مهبول تروماتيزي طبعا ولا عامه هو جريمه ارهابيه 20 سنه 20 فما فوق. فهمت كيفاه؟ اكثر من هكا ال 24 سنه نتاع التعامل الامني مع الشخص اللي توقف هذا اللي عند بركات مش نحكيو المواطن عاد اللي هو ثابت عليه ما تعامل شديد برشا تعامل شديد بالعمل ما عادش يعاود لهو لغيره. اي فهمتني؟ قانون ردعي مع تطبيق حكم الاعدام في بعض القضايا. انا جيت مع كيفيه الايقاف والوسائل المستعمله في الايقاف باش تجبر العبد باش يسلم نفسه معناها قويه برشا. معناها امكانيه ترادع هذا في العالم الغربي في العالم المتحضر امكانيه ترادع تقريبا. هذا يفصل من الفصول اللي مختلف عليها على قانون زجر الاعتداءات ضد القوات العامله باش نجيو هذاك الموضوع وحده تقريبا فصل كامل موجود عليه تدخل الردعي وطريقه التدخل الامني وكيفاش يحميه وغيره. هذاك تو يحكيوا على الجريمه العاديه، احنا نحكيوا على السطو على المؤسسات الماليه والاشخاص. معناها تجبد سيف وتضرب واحد وقتاش من واحد يموت يقتلوه على التليفون ولا على 10000 يصنف عمليه ارهابيه حسب عمليه ارهابيه ومع الاغتصاب سامحني الاغتصاب. هذا مع عمليه ارهابيه صنف اثنين الارهاب اللي موجه ضد الدوله صنف واحد واضح الارهاب والاخر صنف اثنين. فهمت كيفاه؟ واضح. واحد يمس من الامن القومي وواحد يمس من الامن العام. من الامن لا هو يمس من الامن العام زاد من الامن العام مش من الامن الشخص يمس من الامن العام الكل. فهمت كيفاه؟ يرهب العباد الكل. باهي كون واضح معي مع تطبيق حكم الاعدام. اي نعم مع تطبيق حكم الاعدام فما قضايا نتاع الاغتصاب وقضايا نتاع قتل شنيعه يلزم يطبق فيها حكم الاعدام. ما فيش حديث ما فيش كلام. معناها انا نجي معناها تقتل لي قريبي ولا ولدي ولا بنتي معناها شنو انا نقعد نفرش فيك تاخذ 5 سنين ولا تحكم عليك ب10 تاخذ 5 سنين وتخرج؟ لا المنظمات الحقوقيه ترفض هذه هي من حقها باش ترفض هي من لكن حقها. هذا رايك تتحمل طبعا لك حريه اتى الراي. قلت لك نرجع لسؤالي اللي سالت قلت لي تو نرجع لك. هي. المخدرات كيفاش توصل لتونس؟
نحن ديما نشوفوا الحلقة الأضعف المستهلك البسيط واضح. اللي يقوم بعمليات كبيرة إجرامية كيفاش دخلت؟ باهي أقصد لي فما رغبة في العالم، الناس اللي تحكم في العالم مش بلدان، مش نحكي على أمريكية ورسمة، لا لا منظومات اللي تكسب المؤسسات الكبرى وتكسب الفلوس وعندها القرارات تنفذ على الدول بما في ذلك الدول العظمى. الناس هذوما تساعدهم الجريمة معناها سيدة ومعنا مالورزمو. انت قبيله قلت لي منظمات، فما منظمات مش كل، فما منظمات تلقاها مدعومه من طرف الجهات هذيا باش يسمحوا للناس اللي يمارسوا الجريمه باش يفرطوا من العقاب. نحكيوا في جريمه الحق العام، ومش نحكيوا طبعا طبعا معناها باش يخرجوا معناها جريمه الحق العام ضد شكون؟ ضد المواطنين العاديين. تو انا شفت من الناس اللي قاعدين عملوا وقفه احتجاجيه معناها في باردو وغاديهم هذوك، فهمتي؟ شكون باش يستنفع من احيانا من الحالات نتاع معناها الرخفين شوية؟ هم الناس المجرمة، المجرمة المتعودين على الجريمة، الناس يتحكم عليهم بالمرتين ثلاثة واربع مرات ويخرج ويعاود. نفهم أي. عجبت لي على المخدرات. نفهم من كلامك فما تحالف عالمي مع الدول على أنه المخدرات لازم تكون موجودة. ما هي أساس الخراب متاع البلدان، أساس خراب البلدان. دونك شو يعملوا؟ معناها يغرقوا البلدان المخدرات في اوقات كانت تتعدى في كميات صغيره وتجي عن طريق البحار وغيره وطول، وحتى الارجاج بالطائرات بعلم الدوله ولا ما غير علم هزوز؟ لا 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 بدون علمها، لكن فما افراد احيانا في الدوله يبداوا معاهم يعاونوهم وياخذوا بايهم وكذا، هذا موجود في العالم مجمع، فهمت كيف؟ يغطيوا عليهم. نقعدوا في تونس بعلم الدوله وما غير هزوز موجود؟ اسمعني كي تقول الدوله معناها رسميا لا مش بعون الدوله، لكن افراد من الدوله هي سي بوسيبل، هذا ممكن، هذا ممكن باش يبداو في بالهم باش يعاونوا، معاش انا يجي باش يلرقي في بقعه معناها فيها وحدات امنيه كذا، يحب يضمن روحهم، يحب معناها فما ضمانه. شوف فما رغبه في العالم يحبوا يدفعوا في اتجاه تقصير الدول، معناها الدول معاش يحبوها على الشكل هذه. احدى الادوات هذه معناها الدفعان في اتجاه الجريمه، تقويه الجريمه اللي يلتحها بالدول. فما شكون يخمم اللي لازم تكون حكومه واحده في العالم، حكومه واحده هي تدير شأن البلدان الكل، والبلدان تدار بشكل بلدي، وهالوزارات وهالدفاع والوزارة الخارجية والكذا يلزمها تتنحى، فهمت كيفاه؟ وتقليص العدد نتاع المتسكنين المعمورة من 6 مليارات إلى مليار، فما برنامج كامل يحبوا يعملوه، دونك الجريمة هي إحدى أدوات العمل هذا. إحدى وأبرز أدوات أبرزها هي نعم. أبرزها طبعا هي. الجريمة والمخدرات اللي تدخل للبلاد، كيفاش تدخل وقتاش تدخل، من وراء ومن يحمي من؟ هذا سؤال كبير، ما نصورش عندك الاجابه نتاعو سي هشام. لا فما نقعدوا فيه برشا. من يحمي من؟ من يحمي من؟ والله تلقى جهات معناها دي سونت جرافيتي نتاع النفوذ موجوده. العبد اقوى من سيده؟ احيانا ايه في الحاله هذه. اي احيانا كيبدا يعرف عليه معطيات، اش قلت لك انا قبيله جبدنا على الكوت، كيبدا يعرف عليك حاجات يولي معناها ما تنجمش تعمل حتى شيء. واضح. كي حتى كي تاخذ معاه جرا يقول لك لا انت عملت ولا عندك هيك الحاجه، تولي تسكت. واضح. شكرا لك سيد هشام المدب. سيد العميد، من بعد شويه نحكيو على امكانيه تمركز قاعده عسكريه امريكيه في تونس، مشروع افريكوم وغيره، وايضا نحكيو على قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحامله للسلاح، اول مره تعرض على البرلمان كان 2015 وتم رفضه، باش يرجع من بعد في 24 جوان 2020، والى حد الان فما حمله حاسبهم وغيره للناس اللي ترفض القانون هذا، تقول قانون يؤسس لدوله البوليس. ما الفرق بين البوليس قبل الثوره والبوليس اليوم؟ في الفقره الورديه باش نرجع معاك لايامات الثوره، هل هي الفتره اللي يفتخر بها السيد هشام المدب في مسيرته؟ نعم ام لا، نعرفه تو سويت. باهي سيد هشام أو سيد العميد، أول سؤال جاوبني عليه بصراحة، أنت كنت المسؤول رقم واحد على شارع الحبيب بورقيبة يوم 14 جام في 2011؟ إيه نعم، أنا كنت المسؤول الميداني من 1 جام في حتىش أواخر أفريل، نسكن من بيت في وزارة الداخلية، بقيت أنا المسؤول خاطر بقيت أغلب الإطارات مشاو جهويين، بقيت أنا هنا في تونس، إذنك على اساس ربما نلتحق في مناسبه اخرى، وكيف معناها مست العاصمه التوترات وليت بقيت انا في تونس. دونك نهار 14 جانفي تعدى وانا المسؤول الميداني رقم واحد. رقم واحد. كيفاش صار تعيينك وقتها؟ كيفاش في الظروف هذيك البلاد سخونه؟ قلت لي من 1 جانفي. اي من 1 جانفي. 1 جانفي. كيفاش تم؟ بون تعييني تم من طرف المدير العام للاداره العامه اللي ننتسب لها. صار لنا مشكل نهار 13، البوليسيه غادروا روحوا، عندي باكو نتاع 500 تقريبا عوام. وقتها معناها الرئيس السابق رئيس بن علي عمل خطاب
دونك الناس خرجت تتزمر وكرهب كذا دونك احنا ما روحناش وقت كورفو ما لقينا كورفو ما روحناش بقينا حتى المساعتين تاع الليل دونك روحت العوان عوان فدوا نورمالمون وقت الشروق وقت الحج وقت بشوية التواليت يقوموا 6 تاع الصباح 4 ساعات و 3 ساعات ما تكفيهمش فدوا زوري حمراء قمنا الصباح ما لقيناش عوان وهذاك كان من بين الاسباب اللي خلات التجمعات اللي كانت تصير يوميا من نهار 1 جانفي قدام اتحاد الشغل قمت تقريبا ما فماش عوان فماش العوان غادروا قداش عندك وقتها في فريقك تقريبا 500 غادروا الكل 500 مفرقين في تكنات في المبيتات اللي ما لقيناهمش كعبات قاعدوا كعبات اوف اي كعبات ومعناها تفاجئت ومعناها وحكيت انا المدير العام معناها شنو الحل دونك فما زوز كيران داخلين معناها من معناها كانوا يعزوا جهويين تعبين ومنهكين وكذا 50 50 جابوهم من الوزاره هذوكم الوحيدين بطبيعه الحال فما منظومه تاع من عمومي فيها 50 ولا 70 عليها زاد مسؤول معناها عاونتنا وقفت معانا لكن العدد باش تفهم انت رابور دو فورس في الظروف هذه يكون مينيموم 1 بو 15 معناها كي عندك 15000 من الظاهر لازمك عندك 1000 أمني. 1000 امني احنا تقريبا 40000 من الظاهر المفروض يكونوا عندنا معناها اقل شيء 2500 معناها اقل حاجه احنا دمرنا 100 100 تقريبا به كيفاش كان التعامل مع الحركه الجماهيريه ولا الشعبيه هذيك الكبيره الامن وقتها مستهدف مش مستهدف خفتوا ما خفتوش لا الخوف خفنا خفتوا لا خفنا 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 ولانه الرابور دو فورس بعيد برشا على بعض وخفنا من الاقتحام الوزاره لانه كان اقتحام الوزاره معناها باش يصير لنا مشكل كبير حتى عندنا عناصر عسكريه لداخل معناها لداخل جاوا معناها بالزهر يرافقوا في الجنرال عمار ظهر لي من الداخل خفنا معناها نشوف شي ظهر لي ما تتفكر السيد العميد لا ما انا نمشي لداخل ما دخلتش اما ثم اربعه في البيرو الفوق وقت لا انا شفت من بعد اما ما عادش شكون جاوا كيفاش ما نعرفش اي اما الاربعه اللي في البيرو تفكرهم شكون المؤكد شكون اربعه من الناس كانوا في البيرو الفوق اي نتصور نفكرهم انا ما نجمش راه ندخل تلمو واقف مع جماعتي راه نفس سلام يعني مش تعرف حتى شربت ماء تاخذ بعينيك على كتفك معناها الظروف تكبست برشا والحق يقال اغلبيه الناس راهم كانوا سمين تبقى فما معناها ثله من المجهول من الجمهور جاوا باش يسرقوا كما تعرف كيما يتجمع وفيهم سورتو شكون وقت هرب من الحبس وكذا هذوكم قلقونا برشا معناها قعدنا محططين منهم في وقت من الاوقات بداوا يتسلقوا في الشباك وصلوا حتى البريمير ايتاج وصلوا الشباك نتاع بيرو وزير الداخليه وهم ما يعرفوش بيرو وزير الداخليه وانا كنت صابر عليهم انا ما عطيتش تعليمات باش نفرقوهم باش نستعملوا الغاز حتى لين كي شفت وقتها قربوا الشباك تاع سي ماتش اي وقتها رجعت لقاعه العمليات واستعملنا الغاز معناها بطريقه بعدنا من الجماعه من تالي وبعدك قررنا الغاز والكرتوش ولا لا لا لا, لا 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 السلاح من ناحيته لهم انا عطيت تعليماتك باش يكون ناحية سلاح عنده مده من ناحية ما تعرف الحاجه اللي يفهموها المواطنين اللي العون الامن راهو ما يستعملش سلاحه راهو وقتاش يستعمل كيف تخسر كيف تفجع كيف يشوف الموت قدامه معناها شو يخاف على حياته وقت يستعمل اللي عنده فهمتي هذه لازم يعرفوها راهو جينا النور العوان راهم ما يستعملوش سلاحاتهم ما يحبوش ما يحبوش اصلا ماذا بيه ما يخرجوش معاه فيها بحث امني ذا اللي بعد ما يستعمل سلاحه ينجم يجي يقول فيه استعمل وكل فيها مراقبه بعد ما يستعمل الامني سلاحه ولا سيد العميد ما كيف يستعمل سلاحه في تاريخ العامه بطبيعه الحال يعمل تقرير وتلاقات باش يتم تعويضه باش يقول كيفاش بالضبط معناها مش بالساهل بشكل لا 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 باهي دونك عطيت تعليماتك ما يكونش فما استعمال السلاح نحينا سحبنا السلاح وعوضناه بالغاز فما اختراق للوزاره دخلوا مثلا اللوتا لا 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 فما بعض الشهادات تقول دخلوا اللوتا لا 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 مش صحيح كانوا فما موقوفين في الوزاره نهارتها لا لا ما نعرفش ما نعرفش ما نجمش نجاوبك حاجه اللي ما شفتهاش اما من بعد عرفت اللي حمل امامي جابوهم وسيبوهم بعد فما حاجات من تالي تصير انا مش ليه انا نحكي لك على سيد العميد كنت مشرف على الشارع انا موجود على شارع بورقيبه ما نعرفش شنو الكرهب اللي تدخل من تالي على الشرايبي كذا تعرف شنو وضعيه الوزاره شكون وقتها في الوزاره وكل ما تعرف لا نعرف لا نعرف وزير الداخليه موجود المدير العام الوطني وجنرال عمار وكذا لا نعرف نعرف هذا يكون ساعه يطلع علينا من فوق نعرف احنا اسمع مركزين على الميدان اللي معناها اللي في التعليق العام باهي سؤال اخر يمكن الناس اللي يسمعوا فينا تو يحبوا يعرفوه في الايامات هذوكم فما القناصه وغيره ضحك باهي شنو اي لا موضوع اخرج تبقى ما عندناش اثباتات معناها ما عندناش لليوم بون لانه ما صارش بحث مدقق فهمتني فما شكون نسيبهم الرئيس الاركان الجيش البر السابق على اساس عنده مجموعه تبعته وهذا يبقى في مجال الكلام فهمت كيفاه ما فماش بحثوا والناس توقفوا كذا رغم اللي فما شهادات نتاع امنيين يقولوا فما طلق ناري وكذا ما بصراحه يقعد في مجال ما التصريح الغير رسمي فهمت كيفاه ما شفتش انت
شوف انا عندي ثقه كبيره في المسؤولين في وزاره الدفاع لانهم ناس وطنيين برشا. الجنيرو راهو ناس وطنيين برشا طبعا ما نشكش في هذا. ينجم يكون فما استثناء ينجم يكون فما استثناء فما حد ينجم يكون الى ديسيدي دو فير معناها اون انتراف سا سي بوسيبل لكن ينجم يكون اختراق من ينجم يكون واحد هو ظهر له ربما باش هكا باش يصلح ولا باش يكبس ولا سي بوسيبل باش يخوف ولا كذا سي بوسيبل ما نعرفش بالضبط انا قلت لك احتمال. لا انا ما فهمت السيد العميد الصوره هذه الاخر باش يصلح باش يكبس شنو معناها؟ اغزولي المبدا نتاع الحامل السلاح شنو حقيقه القناصه سيد العميد؟ شوف المبدا العام تاع القناصه المبدا العام تاع القناصه مش مفهوم القناص نعرف القناص شنو؟ اي لا تواجدهم في تونس اي لا ما فماش دلائل لانه اغلبيه الاعيره اللي تم استعمالها هي اعيره عاديه تبقى فما لقينا معناها اعيره اللي 602 الكاليبر هذا مش موجود عند المؤسسات الامنيه العاديه، موجود كانش عند فورس سبيسيال، وفورس سبيسيال ما خرجوش. القوات الخاصه ما تمش استعملها باستثناء اللي خرجوا مع سمير طاروني في المطار وما استعملوش الاسلحه نتاعهم. دونك حتى الناس يفهموا يقولوا لا عندكم 762، لا 762 موجود هو كاليبر نتاع قنص نتاع معناها الفيزي دو بريسيزيون هذاك برك. دونك الكاليبر هذا يخرج كان مع القوات الخاصه، والقوات الخاصه ما تمش استعملها لا في الحرس ولا في الامن. دونك الكاليبر هذا يقعد مشبوه دخلوا جماعه باش يشعلوا النار من برا جاوا على الحدود مازال فما شكون جابهم اي ما فماش غلط صار في الشان هذا ما صارش مثلا معلومه اللي هي ماشي واضحه اي ما صارش رابور منك بعد الحديث هذا حتى شيء لا انا بالنسبه لي انا ما صارش عندي قنص واضح بالنسبه لي انا والقطاع اللي عندي انا ما صارش عندي قنص وانا نحيت سلاح العوان سي تو ميو اللي صار وما صارش عندنا قرابيج وزيرو فوت نهارتها الحمد لله فما ربما عنف معناها مادي فما شكون معناها ضريبه ولا كذا لكن عنف القتل واستعمل معناها طلق ناري ما صارش. فما صور تقعد في البال بين امنيين ومواطنين وقتها صور لليوم نتفكروها كيفاش الامني واقف مع المواطن وغيره وغيره وغيره. انا قلت لك قبيله اللي المواطنين ما جاوش باش يقتحموا الوزاره. اي واضح. لكن سي وقفتنا سي جراس العوان نتاعنا بصراحه العوان خدموا برشا وتم معناها انهاكهم بدرجات كبيره. معناها الفتره حتى قبل الثوره راهو تم استعمال وانهاك الوحدات الامنيه بدرجه كبيره برشا راهو يخدموا فيهم في سوايع راهو شيء مهول راهو شيء يهبل. والعدد يمكن اللي كنا نسمعوه على الامنيين قبل الثوره ما مش موجود خاطر يعاودوا في يدوبلوا فيهم يعاودوا فيهم يخدموا فيهم برشا حتى القطاعات اللي هي ما تتصورهاش مثلا تخدم ستاد كما الشرطه العدليه والاقتصاديه وغيره وجي ببطوا فيهم في تعزيزات معناها شيء مهول. الصلاحيات الامني ولا البوليس اي نعم قبل الثوره هي بيدها اليوم؟ لا ما عادش برشا برشا لا برشا تجاوزات ما عادش مسموحه باش يعملوها. تبقى الجيل يخرج هذا الجيل اللي بعد الثوره وحتى قبل الثوره وشويه جيل معناها هو نشط برشا ما عندوش ضوابط حتى في المكتب اللي يقرا فيه وفي الليسي اللي يقرا فيه ما فماش تسمع ما فماش احترام المعلم فماش احترام الاستاذ هذاك تلقاه في الستاد في الجروبات وكذا غدو يدخل البوليس يمشي حجم ويجيك نظيف وكذا ما تنجمش تطلعوا تنجم تفرزوا من الاخرين كيف ياخذ السلطه في يديه والسلطه تغلط العباد اللي ما عندوش تربيه قويه برشا معناها وسط عائلي قوي يوريه معناها الاخلاق كذا يغلط ويتجاوز حدوده. ازمه شنو؟ أخلاق أزمة أخلاق الأخلاق أزمة أخلاق هاي المؤسسة الأمنية خاطئة ولا تكوين ولا اختيار لا 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 شوف الطبع يغلب التطبع معناها إنسان عنده 22 سنة هو يمارس في لغة معينة وتجاوزات معناها تجيب وأنت في ست شهور باش تربيه ما تنجمش تربيه احنا المؤسسة الأمنية ما تربيش العوان توريه مع طريقة العمل ما تربيش العوان اللي كي تشوف إنسان يتجاوز في حدود ويقول في كلام خايب وكذا راهو مش متربي من أصله فهمت كيفاش؟ التربية نتاع العائلة ونتاع الوسط التربوي والوسط العائلي. سؤال أخير نكمل به الفقرة هذه وناخذ فاصل للتاريخ أنا. سيد هشام المد بسيد العميد فخور بانجازاتك في الفتره هذيك من 1 جام في الافريل تقريبا فخور بالناس اللي خدمت معايا العوان وفخور بالاطارات اللي خدمت معايا وانا في ليلتها في نهارتها فقدت واحد من ضابط اطار معناها خرج من بحذايا مشى العوينه قتلوه معناها تم اغتياله تم اغتياله يعني. العقربي معناها تم قنصه من طرف احدى المؤسسات العسكريه بلا في خطا في غلطه يبدو لي دونك معناها بصراحة إنسان مش وحده يخدم بالعوان وبالإطارات اللي معاه وكنا مع بعضنا من كنا نتكاملوا مع بعضنا فهمت وأنا نشكرهم برشا الناس خدموا معاه نشكرهم ياسر. فرق بين خطأ واغتيال سي هشام شوف صار طلق ناري على كهرباء وهي جاية ما يعرفوش حتى في شكون في وسطها الطلق ناري راهو معناها طلق ناري على وجه الخطأ ياخذ فيه تعليمات ويبدو لي فيه الكهرباء اللي نحن استعملناهم جابوهم لنا وقتها ايامات جديده تشبه الكهرباء تاع الرئاسه. اي دونك مشى في اعتقادهم اللي جماعه من الرئاسه وقتها فك الفوضى اللي صارت وكذا تعديت القضية المحكمة العسكرية وحكمت فيها وكذا دونك أنا ما نجمش نبدي رأي لموضوع هذا ما كانش فما تنسيق بين كل ما فماش ما فماش وهذا ما صارش فيه
تدارك باش نشوفوا احنا كي تصير لنا ازمه اخرى شنو كيفاش نعملوا. ما صارش معناها ما تمش دراسه الاخفاقات والنواقص والاسلحه اللي تفقدت من المراكز وكذا، ما درسناش كيفاش ما يتعاودناش التوا، معناها سكتين، معناها الموضوع سكتين، موضوع محرج برشا شكون باش يجبدوا، معناها مقلق شويه تو يجي نهار ويتجبد. فخور سيد هشام المدب الى اقصى الحد بعواني وبالاطارات اللي معايا عملنا خدمه نظيفه بلاش ديكا سون ديكا بنفسك. فخور سيد هشام بوالدي القاضي الله يرحمه، ربي يرحمه ولا ربي يرحمه وزملائي وبالاطارات وبالعوان، فهمتني ولا نعتذر سيد العام. لا بسيرش رجعنا للحظة حساسة شوية، شكرا لك على صراحتك. فاصل صغير وراجعين. انك تحب وتتحب وتعيش قصة حب من اسمى المشاعر اللي نجموا نعيشوها في الحياة، لكن كيف تكون مع راجل متزوج او مرأة متزوجة تولي تعتبر خيانة وتنجم تهدم عائلات وبيوت؟ شنو اللي يخلي مرأة او راجل يختار يكون في علاقة مع شخص متزوج؟ وعلاش نوعية العلاقات هذه قاعدة تزايد في مجتمعنا؟ كان انت عشت نوعية من العلاقات هذه او ما زلت تعيش فيها والا كنت سبب في هدم عائلتك، كلمنا على 58 550 706 وشارك معنا في برنامج كلام في الليل من 10 لـ11 على راديو اي اف ام، احلى راديو. كلام في الليل مع فرح اي اف ام، احلى ضحكه. ديما بعد السهريه وبعد البليبي ما تلقى حتى طفل وانا معاكم في تليفونه ما عندوش نمر عبيد ذكر من عندهم في الديار. الجمله الشهيره بعد كل سهريه وخلا حلوه السهريه. وي سيتي مانيفيكا. البليبي بنين. وي انا جادور البليبي. هاي الكلمه يكفي. شنو اللي كيفي؟ اوتوماتيكمون نمشيو للريبرتوار تلقاهم قمرهم ساعات تلقاهم قايده فقره كامله. ام حبيب دار برد ودوش ما يمشيش وتلزم كسر. الدوامة يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم لحوارنا في الجزء الأخير مع سيد العميد سيد هشام المدب الناطق السابق باسم وزارة الداخلية وأيضا الخبير الاستراتيجي الأمني. نتعدى معك توت سويت أليرت روش. أليرت روش. في الفترة الأخرى الكلام كثر احتجاجات حملات وحملة حاسبهم 2015 زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، قانون تعرض أول مرة على البرلمان كان في 2015 وتم رفضه من قبل المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريس لثقافة الإفلات من العقاب ولما يتضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور. يرجع في تاريخ 24 جوان 2020 مرة أخرى أمام المجلس بعد تعديلات في الفصول 15 فصل تقريبا صدقت عليه اللجنة التشريعية وهو قانون أساسي باش يعرض على المجلس. ماهوش قانون عادي يعني يتطلب موافقة النصف زايد واحد في المجلس. الفصول اللي فهم إشكال الفصل السابع الفصل التاسع والفصل 13 تقريبا هذوما الفصول اللي عليهم إشكاليات كبيرة. سيد هشام القانون هذا كان فسروه بالساهل للمستمع، شنو يعني قانون زجل الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح؟ هو فما قانون يعاقب كل إنسان يعتدي على واحد آخر، معناها الأمني يرى في نفسه كيف يتعرض معناها في معناها مداخلة مع شخص يحب يستعمل ضد العنف يحب يكون محمي أكثر. تقريبا هذا هو، فهمتني؟ تبقى فما نقاط أنا مش موافق عليها كما موضوع تاع التصوير. موضوع تاع التصوير تقريبا فصل 13 أي موضوع تاع التصوير مش انت تصور موظف قاعد في كهرباء ولا واقف ولا كذا، لا هذا ممنوع. لكن معناها مواطن مشي يصور خوه قاعد يصير عليه اعتداء بالعنف من طرف عون مدني ولا مواطن ولا عون باش يوثق معناها باش ياخذ حقه، هذا معناها نصور ما يجبش يكون ممنوع لانه حتى العوان بيدهم غدوه خوه ولا مرته ولا كذا يصير عليه الاعتداء. لازم يفهموا حاجه اللي التصوير نتاع حاله نتاع اعتداء ربما تبين حق البوليس اذا كان هو صار عليه اعتداء تبينه حقه. لكن الدستور يكفل سلامه كل تونسي مواطن ولا مواطنه، ما فماش تخصيص انه يكفل سلامه الامني
أكثر من غيره. يعني هذية الكلام اللي يتقال طبعا بعض المنظمات هذية على شنو تستند ويقول قانون يؤسس لدولة بوليسية. شات الرأي هذا؟ شوف شفت قبيلة الكلام اللي قلته لك على التصنيف معناها الجرائم هذا يلغي القانون هذا. معناها فما نوع متاع جرائم خطيرة كيف يصنف جريمة إرهابية ما عادش انت في حاجة باش تشدد العقوبات واحد واحد والعقوبة ولا تشدد واحد. معناها نوع متاع جرائم كيف تتعامل مع إنسان جابت سيف وضرب واحد على تليفون معناها بركاش ولا جريمة إرهابية تونا با بزوان باش هي ديجا تصنيف العقوبة هي ديجا فضلت لك المشكل. فهمت كيفاه؟ يبدو لي أنا مش هكا الطريقة. هو إعادة تصنيف الجرائم معناها العون الأمن اللي يخدم في الميدان يولي محمي أكثر كي تبدأ تتعامل مع جريمة إرهابية تكون بروتيجي. إذا كان مع مواطن عادي عاد هذاك ما فماش داعي. أما إذا كان مع مجرم خطير جابت سيف ولا قاعد يبراكي في مؤسسة مالية ولا في ناس ولا كذا هك محمي أنت بالتصنيف تاع العقوبة أنت محمي. طبعا كلامنا يعني هذايا على لسان بعض المنظمات الحقوقية ما يمثلش شخصنا ولا للإذاعة. الكلام هذا اللي قاعد يتقال ترى في الفيديوهات مثلا بعض الأمنيين ما يمثلوش كل الأمنيين تجاوزات مثلا تلقى أمنيات هذي لفظيين ولا شفت. ما تشوف شفت آخر مرة أنا في الوقفة الاحتجاجية شفت واحد مخرج 10,000 وخاف ما شكون جاوبه معناها في الفيسبوك كلام ما يتقالش ومن تابع المؤسسة الأمنية. احنا ما لازمش نغزروا الاستثناءات باش توجه القضاء المؤسسه للامنيه بعد هذا الفيديو تاعك المجموعه الكبيره نشوفوا المجموعه الكبيره الناس اللي هي تحتج بطريقه سلميه وكذا وبترب يا بخلاق هذوك ما نشوفوه. شوفوش الاستثناء اللي مد ورقه تاع فلوس وزاد كيف ما نشوفوش الامن اللي هو سب في الفيسبوك. شوفوا الاغلبيه تاع عشرات الالاف تاع العوام اللي ما ردوش الفعل. دونك الناس هذوما ننساهم ونحاولوا نبنيو مع بعضنا. انا ننصح حالات شاذة تعتبر اي انا ننصح يمشيوا في إعادة تصنيف الجرائم اللي هي تعاون المواطنين. يعني نتخليوا على القانون هذا؟ اي إعادة تصنيف الجرائم تو كله يصفى تو هذاك جزء مهم كبير منه تو يفرق. واضح. فهمت كيفاش؟ يعني السيد العميد هشام المدد ضد قانون لا مش هكا مش بالطريقة هذه إعادة تصنيف الجرائم. لكن أنا قبيلة قلت لك راهو معناها القانون نتاع الأمنيين لازم يدخلوا فيه التعيينات تاع أربع مدير عميل الأمن الوطني والحرس الوطني والمصالح الفنية والمصالح المختصة يتعدى مش نواب يصدق عليه مش نواب. فهمتني؟ واضح. مش واحد من تالي تلقيدي معناها يعين لنا واحد من غادي. فهمتني؟ وزاد كيف إيقاف المسؤولين إيقاف رئيس الجمهورية وإيقاف رئيس الحكومة وإيقاف النواب معناها لازم نعطيو حماية الأمنيين باش كي يجيه أمر من عند وزير معناها خارج على المعقول وبخالف القانون ما يتيحوش هما في البياج كيما صار مع بورقيبة. يعني كيما الحصانة تقول بيان سور حصانة اللي مهمة حصانة الأمنيين ولا الأمنيين اليوم يجيهم تعليمات اليوم المدير ولا مدير الأمن نجم يجي تعليمات مع عند وزير ورئيس الحكومة ينفذ يمشي في الغلطة خاطر أعطاه تعليمات مباشرة يمشي ينفذ. أنا نعطيك قانون يمنعك باش توقف نايب في غياب معناها في غياب حكم قضائي يمنعك باش توقف رئيس الحكومة يمنعك باش توقف رئيس الجمهورية مش معقول يصار مع بورقيبة بصرف النظر على معناها مردوده وكذا. من لا يعقل لا يعقل رئيس الجمهورية توقف 13 سنة معناها إهانة للدولة. مثلا من كلامك نفهم اللي موقف السيد وزير الثقافة اللي تم إقالته كيرفض قرارات السيد رئيس الحكومة هشام المشيشي غلط. غلط عندك رئيس الحكومة الناس كل طبق اللي ما عينوش الدارو اللي ما عينوش الدارو باهي وانت تو برشا حاجات هاو فما صار اعتداء من طرف القوات الإيطالية على البحارة التوانسة ما تكلم حتى حد لا وزير دفاع لا وزير داخلية لا وزير الفلاحة شنو هذوما في شكون يحميو هذوما؟ هذا يدخل في الامن القومي؟ بطبيعة الحال مفهوم الامن القومي تراه بإيجاز مفهوم الامن القومي راهو تغير تو عنده 10 سنين تبدل ما عادش حماية الارض بركة ولا معناها الليتورال نتاعنا جزء نتاع البحر وشوية معناها الفضاء نتاعنا ولا حماية الفضاء البعيد وين فما الساتيليت اللي احنا ما نقدروش عليه ما نجموش نأمنوه حماية البحار العميق المياه العميقة نتاعنا ما نجموش نأمنوها. انت اليوم يجب تقول لك معناها سمران يدخل لك للبورت يصور ولا يعمل شي يحب ويخرج ما تفطنلوش ترى نحكيو على البروجي افريكوم باهي نكمل لك الفضاء الافتراضي الفضاء الافتراضي اليوم عندك شكون يتصل لك بالمواطنين انت ما تنجمش. دونك الامن القومي تبدل فيه الفضاء الافتراضي الفضاء البعيد المياه العميقه الافريكوم لازم نفهموا حاجه اللي الولايات المتحده الامريكيه عندها رغبه باش تكون هنا موجوده معنا في تونس ولات متقلقه من ايطاليا لانه ايطاليا دخلت في الخط الحريري الثاني مع الصين بعد ازمه كورونا الولايات المتحده الامريكيه تحب تكون موجوده في البحر المتوسط باش تراقب حريه الملاحه حريه الملاحه باش تكون مضمونه. فهمت كيفاه؟ وفي الجنوب باش تراقب الارهاب. دونك انا نجي معناها للناس هذوما ورد بالك راه صارت علينا اعتداءات في العشرات السنين عام 80 صار علينا اعتداء من زوز بلدان الجوار
واحد درب والاخر دخل السلاح في قرون التالي. فما حروب صارت تسلطت علينا في القروان في الكاف في باردو، معناها ناس معناها جوار قوى جوار دخلوا واعتداوا علينا وقتلوا كذا. دونك اليوم احنا يلزمنا حد معناها نتكاو عليه، لانه امكانيات والتكلفه نتاع الوسائل العسكريه غاليه برشا ومكلفه برشا. الولايات المتحده الامريكيه ذات نجم توفروا، نجم توفر لنا الحمايه القوميه اللي احنا ما عندناش، المياه العميقه والاجواء البعيده بالساتليت والمناه الفضاء الافتراضي تنجم تعاوننا فيه. معناها احنا نعاونوها في حاجات وهي تعاوننا في حاجات. نفهم من كلامك خاصه اقتصاديا، نفهم من كلامك بالساهل المستمع البسيط انه معاه انه نقبلوا الولايات المتحده هوني تتمركز. الولايات المتحده الامريكيه هي صديق تحب تقف معنا وقاعده تعاون فينا في التكوين وفي التدريب وامور لوجستيه. صديق وحليف. مليار من الثوره لتوا وصلت اكثر من مليار للمؤسسه العسكريه في شكل معناها تنقيص وتخفيضات وكذا. اعطتنا 241 معناها مليون دو دولار بارون تعاون فينا. فهمت كيفاه؟ توا الاتحاد الاوروبي كيعطيك 300 الكل فيه جزء كبير باش يمشي للشركات باش تشري من الشركات تاعو. الولايات المتحده هذه مش فيه شيء. سيد العميد بإجازة مع انه تتمركز قاعده عسكريه في تونس فما حتى مشكل. قاعده عسكريه اسمعني نعملوا معها اتفاقيه في فترات ما 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 يلزمش تكون معناها يصور هجومات من تونس ولا من تونس على الجهات اخرى. في بوزيسيون فورس ما يدبر علينا حد في بلادنا، تونس في وضع قوه ما يدبر فينا حد في بلادنا، نجيبوا اللي نحبوا عليه ونتكاو اللي نحبوا عليه. واذا كان احنا في حاجه الكلام عكس البلاد سي هشام قلت معناها هي قاعده تعاون فينا وهي تعطي فينا احنا في وضع ضعف. مش ضعف تنجمش تقلب عليه السوق مش ضعف. اما هاو نعطيك انت مجال اللي احنا اللي هو معناها هلك البلاد الجوسه عامله بعملها. انت تو تشوف المجلس النواب في التجاذبات وكذا سبب تواجد الجوسه العديد من البلدان. احنا نطلب من الولايات المتحده الامريكيه باش هذوما الكل تخرجهم. معناها هي عندها امكانيات معناها رقميه ولوجستيه واستخباراتيه قويه برشا، نطلبوا منها الناس هذوما باش تخرجهم. شوف عندك بالادله اللي فما جوسه في بيان سور عندك بالادله سي بيان سور قدمت لل شوف الوحدات حمل السلاح شدت يا ما شدت من قرطاس وانت ماشي لتالي بالامكانيات ولا معناها بالوسائل التقنيه. شوف انا اقول لك الولايات المتحده الامريكيه اليوم هي من بي من 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 بين البلدان القلائل في العالم اللي تعاوننا. تو فرنسا مش تعاوننا في تعاوننا في الفضاء البعيد. فهمت كيفاه؟ في الفضاء الرقمي فرنسا مش تعاوننا، ما عندهاش امكانيه باش تسيطر على على على, على الرقمنه. الولايات المتحده تنجم. فهمتني؟ دونك انا شنو نعمل؟ نعمل اتفاقيه نحدد فيها الزمان نتاع التواجد نتاعك، نحدد فيها الاماكن اللي تكونوا بعاد على السكن، نحدد فيها المهمات اللي اذا كان نحب نبطل ما نبطل معك. فهمت كيفاه؟ ونزيد نفرض عليك باش انت الوحدات نتاعك ما تمسليش حتى من الجيران. نظري اون فوا عملنا هكا نظري ساهل الكلام هكا كي نقولوا الكلام. الوقت الداهم نعتذر من المستمعين. نقطه اخيره نحب نقفل بها الموضوع معك، انه مدير امن ولا مدير امن رئاسي يتم ما نعرفش شنو يتسمى نبعثوه سفير، هل هي ترقيه ولا عقوبه؟ لا ابعاد ابعاد ابعاد. وهذا يفكرك في سفير تاع فرنسا. سفير فرنسا لتو ما تمش قبوله نتاع الفريق الجمهوريه. واحنا يبدو لي معناها نلفت نظر السيد رئيس الجمهوريه باش يقبلوا بضمانات. معناها عيط له يقول له ما تعملش اخطاء نتاع السفير السابق. لواه؟ لانه سفاره فرنسا تو نهارين التالي عملت قيود على التاشير الفيزا تو معناها باش يقعدوا معناها يعملوا لنا في الكونتر شونتاج. فهمت كيفاه؟ دونك خلي الموضوع هذا يتصرح السيد رئيس الجمهوريه نجم يقبلوا يعيط له ويشير عليه باش ما يعملش الاخطاء نتاع زميله السابق والامور تتعدى ويقعد تحت الرقابه ويقعد تحت العينين وهكاك معناها ما ندخلوش احنا في كونفلي ديريكت. ابعاد قلت لي نحكيو على المدير العام للامن الوطني ومدير الامن الرئاسي. ابعاد شافوا فيه اللي هو خدم برشا وعرف وبالاخص تشكى في القضيه الاخرانيه اللي قال جوسوا عليه معناها قاعدين يسمعوا عليه وجسوا عليه. القضيه دي قضيه طبعا قضيه تاع السماع منشوره سمعوا عليه وسمعوا على عائلته. مش معقول بصراحه فما حاجات مش باهي. اش قبيله قلت لي فما اخطاء؟ قلت لك راه فما اخطاء ويلزم الناس تعاقب، يلزم تدخل سجن. اللي يعمل يكوت على 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 مواطن بطريقه غير قانونيه يلزم يدخل سجن باش الباقي يتربى. اقترحوا عليك تكون سفير في يوم من الايام؟ لا لا انا اقترحوا عليك مناصب سياسيه ما انا رفضتها. انا نجي نغير لا مش لوش مناصب سياسيه. شكرا لك سيد العميد. سيد العميد شكرا لك سيد هشام المدب. كما بدينا بالالتزام نكملوا بالقسم. باش تقول لي انت الاجابه نتاعك؟ قسما بشرفي كنت صادقا بنسبه قد ايه في الاجابه على الاسئله؟ ثلث الحصه قديش نسبه؟ بنسبه 99%. 99% مش نقول لك كل شيء خلاص 1% مسامحك فيه. شكرا لكم مستمعينا. نعتذروا ديباسمون صغير من ايناس. تحيه لكل الفريق العامل اسامه السعفي دلي بيو طارق حناشي عبير الزغدودي واصدقائنا في اي اف ام تي في. نتقابلوا في حلقه جديده. نهاركم اسعد الايام ويا مرحبا. We'll be right back.